حياكم الله مجددا في أهلا. المهندس محمد البومجداد يضيف منجزا سعوديا جديدا إلى الرصيد العلمي التاريخي الأخضر، وذلك بتحقيقه المركز الأول في مسابقة نجوم العلوم متفوقا على ما يقارب 3000 ابتكار، مع كل مبتكر سعودي يلمع اسمه وابتكاره ومنجزه نزداد فخرا بكثير من الاعتزاز. ينضم إلي عبر الاتصال المرئي الآن المهندس محمد البومجداد، الطالب المبتكر وعضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل الوطن في هذه المسابقة. مهندس مساء الخير، مبارك لك هذا المنجز. مساء النور، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. وحقيقة أنا كل فخر أن أكون أحد المشاركين في إنجازات شباب المملكة مؤخرا. جميل مهندس، يعني المسابقة ما كانت سهلة، تقريبا قضيت أسبوعين ويمكن زيادة شوي في مجريات ومنافساتها إلى نتيجة الإعلان النهائي، كيف كانت الرحلة؟ حقيقة هي المرحلة الأخيرة أسبوعين، لكن مدة البرنامج كله أو المسابقة كلها 10 شهور، فإحنا بدينا من شهر 1 واستمرينا إلى شهر 10 وانتهت غرابة قبل يومين تقريبا. كانت جدا صعبة، كانت مراحل معقدة أكيد ومراحل تصفيات صعبة، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوز. أي أنا أتكلم عن المرحلة النهائية ومرحلة التصويت والأسبوعين الأخيرة ومرحلة العرض، يمكن هي اللي دائما في المسابقة على امتداد سنواتها تكون الحاسمة دائما وأبدا، كيف كانت هالأسبوعين الأخيرة؟ صحيح، كانت الحمد لله نجهز لها على مدى 5 شهور لمرحلة التصويت، لأنه كان يتطلب عدد جدا كبير من التصويت. كنت بثقتي انا ممثل المملكه بل ممثل الخليج في المرحله الاخيره، نحتاج ان نجهز، كان في تواصل مع جهات حكوميه رسميه بشكل كبير، في لقينا ايضا تعاون من اكثر من جهه، ولا ننسى ان الراعي الرسمي او الراعي الاساسي من البدايه هو الاتحاد السعودي للروبوت، فاستمرينا على مدى 5 شهور تقريبا للمرحله الاخيره اللي عرضت قبل اسبوع تقريبا. طيب اذا سمحت لي ندخل شوي للروبوت، خدمة جليلة ستقدم لقطاع الهندسة والمهندسين المعماريين إجمالا، ودنا ناخذ تفاصيل أكثر. صحيح، طبعا هندسة روبوت جديدة في السعودية، تقريبا أنا من أول الدفعة أو الدفعة الأولى اللي تخرجت من جامعة الملك فهد لدفوع المعادن على مستوى المملكة في تخصص هندسة الروبوت. يعني إلى الآن العدد جدا قليل في المملكة، لا يزيد عن 100 شخص أو 100 مهندس لهندسة الروبوت. لكن حدثني عن تقنيات الروبوت والفائدة المعمارية اللي راح يجنيها الذين يعملون به. طبعا كهندسة روبوت هي بشكل عام ممكن تستخدم أكثر من جانب، منها الجانب المعماري ومنها أيضا جوانب أخرى مثل الجانب الأويل أند جاز أو النفطي، الجانب الصناعي، والجانب أيضا حتى المجتمع. لكن مهندس الابتكار اللي فاز معك في المسابقة، احنا ودنا نتكلم عنه. ايه، فهو روبوت يستغرق الاسطح العموديه، روبوت قادر على المشي على الاسطح العموديه بحيث انه يقوم بمهام يصعب على الانسان القيام بها. طبعا مو بس في الجانب المعماري، ممكن انها تكون مثل ما قلت قبل شوي، ممكن انها تكون على جانب الاويل اند جاز، يكون في الفيزلز والتانك الخزانات الكبيره، ممكن انها كذلك تكون على مستوى السدود والجسور، تحتاج صيانه دوريه، تحتاج كل شهر الى سنه تحتاج صيانه، فهذا يكون بديل للرافعات والثقالات. انت اسميته الروبوت المتسلق للاسطح العموديه، صحيح؟ صحيح، بالانجليزي وولبوت. طيب طريقه عمله كيف راح تكون؟ في ايش راح يفيدهم؟ طيب الى ان يعاد الاتصال بس مع المهندس محمد، لانه طيب رجع الاتصال مع المهندس. مهندس كنت اسالك قبل ما ينقطع الاتصال معك انه كيف راح تكون طريقه عمل الروبوت، يعني ايش الفائده اللي راح يجنيها الاشخاص اللي يعملون بالروبوت؟ صحيح، هو راح يكون بديل للعماله البشريه، احنا في الجانب التقليدي يحتاجون انهم يركبون الرافعات على مدى 2 أسبوع ومن ثم يقومون بالفحص والصيانه ومن ثم ازاله الرافعات. العمليه كامله تحتاج شهر كامل، هذه راح تكون خطره على العمالة البشريه، لانهم يحتاجون يتسلقون هذه الرافعات والاستقالات، وقد تحصل وتحصل حقيقه الكثير من الاصابات والسقوط وغيرها من الوفيات، لذلك هذا الجهاز راح يكون بديل لهم لتوفير حياه ان شاء الله اسهل واريح لهم. جميل، بمعنى انه في حال انه
يعني اصبح الروبوت مستخدم ومشاع بشكل اكبر، ما راح يضطر العمال الى انهم يطلعون لاسطح الرافعات؟ صحيح، اي نعم. كل الرافعات، هذا راح نتكلم يكون حتى عن بديل. المشروعات العملاقة. صحيح، بشكل عام هو طبعا الجهاز مجهز بحيث انه يكون في كاميرا وفي حساس للقيام بالفحص والانسبكشن، بالامكان ايضا اضافه بعض المواد اللي يكون بحيث انه يكون جاهز للصيانه، ويكون ايضا يقلل بقدر الامكان من صعود العمال والعمال البشريه الى الاسطح والاماكن الرفيعه. الى اي مرحله وصل الروبوت الان؟ هل صار جاهز للاستخدام؟ طبعا لا ننسى ان احنا انا كنت اشتغل عليه من 2020 على مدى 3 سنوات من بعد رساله الماجستير، استمريت على العمل عليه الى السنه هذه، وخلال البرنامج اشتغلت عليه خلال 3 شهور بحيث انه يكون جاهز، بحيث انه يكون منتج متكامل مستعد انه يدخل السوق ان شاء الله. متى نتوقع انه يدخل السوق؟ حقيقه يعني بعد الى الان، لكن ان شاء الله انها قريبه تكون. يعني الان مهندس هو انتهى من المرحله البحثيه تماما، احنا نتكلم اليوم مثلا عن داعم او ممول او مستثمر، صحيح؟ صحيح، لكن لا ننسى بان كل مشروع قد يمكن تطويره، يمكن تحسينه والاضافه عليه. هو حاليا منتج جاهز لكن بامكاننا الاضافه عليه. طيب اذا تسمح لي نواصل التفاصيل هذه بعد فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، ضيفي عبر الاتصال المرئي المهندس محمد البومجداد صاحب المركز الأول في مسابقة نجوم العلوم. أرحب فيك مجددا مهندس. كنا نتكلم قبل الفاصل على فكرة اللي بداية العمل بالروبوت بشكل ميداني وعملي، إيش الخطوات اللي باقي يحتاجها الآن علشان يصير يعني على أرض الواقع؟ لا بإذن الله أنه موجود على أرض الواقع. خلصنا من جميع المراحل التجهيزية، خلينا نقول من اثبات الفكره، من الهندسه والتصاميم خلصناها كامله، حاليا هو جاهز لانه يكون موجود في السوق. لا يعني انا اللي اقصده ايش يحتاج من خطوات علشان يصنع ويبدا استخدامه، خلاص يعني يصير جاهز للعمل. بس باقي المانيفاكتشرنج ان شاء الله انه يكون جاهز، يعني بس باقي العمل على الجانب الماركتنج والتسويقي، ومن ثم ندخل فيها ان شاء الله جاهز. بمعنى انه اليوم في جهه تمول الموضوع ويعني تجاوز الموضوع انه يكون في راس مال وتمويل مادي للروبوت؟ لا هذه لسه بعدها، لكن ان شاء الله انها بتكون يعني مستقبلا. مستقبلا ولا في شيء واضح؟ يعني سويت اتفاقيات معينه، في خطوات في الجانب هذا؟ لا بعد ما في اتفاقيات، لكن ان شاء الله تكون يعني نسال الله. يا رب. طيب بعد اعلان النتيجه، مين اكثر الاشخاص اللي حولك كانوا فرحا وابتهاجا بهذا المنجز؟ اعتقد الوالد كان من اكثر الاشخاص، لانه كان حقيقه تعب معي على مدى الشهور الماضيه في التجهيزات وفي يعني حتى فتره التصويت، كان من اكثر الاشخاص اللي تعبوا معي، فكان هو اكثرهم فرحا وابتهاجا بالموضوع. الله يحفظ لك الوالد يا رب. المهندس عصام الملا امين الاحساء كان في استقبالك وجرى بينكم حوار وحديث، كيف تقيم هذا الاستقبال وابرز ما دار فيه؟ حقيقه كل التحيه والتبريكات الى المهندس عصام الملا، كان من اهم وابرز الداعمين من بدايه المسابقه، يعني من اكثر من شهر تقريبا كان داعم لنا في الحمله وفي التجهيزات كلها، كان في اكثر من اجتماع بيننا وبينه، والحمد لله في الاخير قدرت اني انا اكون عند حسن ظنه واهديه كل هذا التعويض. مهندس احنا عرفناك مع هذا الابتكار، لكن ربما انه مسيرتك العلميه تحمل الاكثر من هذا، متى بدات في يعني التوجه الى هذا المسار؟ حقيقه من بعد حصولي على فرصه للتواجد في احد افراد الوفد الممثل لجامعه الملك فهد للبترول والمعادن في كوريا الجنوبيه، واثناء الرحله هذه ومن ثم من بعدها تخرجت الحمد لله بهندسه البكالوريوس، ومن ثم حصلت فرصه لاكمال هندسه لمنحه عفوا لاكمال هندسه الروبوتات في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، ومن هنا بدات المشاريع وبدات العمل عليها ويعني وتنوعت. الله يوفقك. اذا في مشروعات مماثله لروبوتات اخرى تحت هندستك ودنا نعرفها. حقيقه في مشاريع كثيره، يعني احد المشاريع المشتركه خلينا نقول اللي اشتغلنا عليها ديت هارفستنج ماشين، وهو روبوت قادر على تسلق النخيل
او شجر النخيل لقطف الثمار بدلا من البشا، فهو قادر على التسلق ليصعد الى الاعلى بحيث انه يوفر ايضا سلامه للعاملين في هذا القطاع. يا سلام، جميل، هذا من وحي البيئة مهندس. تتوقع مزارعي صحيح الأحساء يأخذون قناعة كبيرة صحيح باستخدامه مع الوقت، خاصة أنه في متعة شخصية معينة في فكرة الحصاد. صحيح. طبعا هو مشروع مشترك بينه وبين 4 طلاب اخرين، وامس فيهم بالخير طبعا. اشتغلنا عليه والحمد لله حصل على المركز الاول على مستوى الجامعه، ومن ثم حصل على جائزه اودي انوفيشن اوورد، واحد من افضل 6 مشاريع على مستوى العالم العربي في الامارات. فيعني اشتغلنا عليه بشكل جميل، تصميم كامل وتكامل. ما شاء الله، لك التوفيق إن شاء الله مهندس. إذا لك كلمة أخيرة حاب تختم فيها تفضل. والله يا الأخير بعد التعب هذا كله أحب أني أشكر خادم الحرمين الشريفين، أشكر طبعا الأمير محمد بن سلمان على التبني للموضوع بشكل، يعني الحكومة والجهات الرسمية تبنت الموضوع. أحب أني أمسي كل من ساعدني في هذه الرحلة التجربة الحمد لله، وأخص بالذكر مؤسسة رضا الوقفية. مهندس نبارك لك مجددا، لعائلتك، لمحبيك جميعا، شكرا جزيلا لك ولهذا الحضور معنا، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سلطان على خير.